مستنيك مستنيك. أنا مليت تسويفي ومن بكرة لبكرة صافحني بنوم لا تلمس يدي يمكن في عندك ميكروب واللمس بيعدي خيلك صافحني بنوم لا تلمس يدي يمكن في عندك ميكروب واللمس بيعدي لا تلمس لا 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 تصافح لا 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 اللابتوب يطفي. شاجي حولك كهرباء؟ لا. انزين ضحكتك فيها كهرباء؟ ضحكتك فيها كهرباء ببقى زي واحد جديد. لقيت الطبطبة قوية. شنو الشيء اللي يحبط الواحد؟ نفس سؤالك، شنو الشيء اللي يحبط الواحد لو نفكر فيها؟ هو لما يكون عنده توقعات معينة والواقع يخالف هذه التوقعات، تمام؟ صح. رغم ان الواقع احيانا ما يكون، المشكله ما تكون في الواقع، المشكله تكون في التوقعات العاليه المتفائله بزياده، المتفائله بطريقه غير منطقيه او ممكن نقول بالايجابيه المفرطه. زين، يعني الواحد لما يطلع حق الدوام الصبح وتحوشه زحمه بالطريق ويبدا يعصب، هو ليش عصب؟ عصب لانه كان متوقع توقع غير منطقي ان الشارع راح يكون سالك، فهو ترى هو شخص متفائل زين، بس تفائل بغير محله. فلذلك هذا يمكن شيء اقوله لجمهوري، لا تخلون اغاني المبهجه الايجابيه تروح باتجاه ان انا ولا شيء راح يوقفني وراح اسوي المستحيل واذا نحن امنا. اوكي، لو كانت اغنيه فاضي شويه، اغنيه خليجيه، ولا يهمك عادي اسمع مني السعادة مو وقت اعتاب او لوم. شنو فيها لو نرجع ثاني وبدال لا تكون وحداني تسندني معاك ونقوم. فاضي شوية نشرب قهوة بسكة بعيدة، اعزمني على نكتة جديدة وخلي حساب الضحكة علي. فاضي شوية نشرب قهوة بسكة بعيدة، اعزمني على نكتة جديدة وخلي حساب الضحكة علي. أمي فلسطين لا تأسي ولا تهني، إنا سنفديك من شيب وشباني. أمي فلسطين لا تأسي ولا تهني، إنا سنفديك من شيب وشباني. ومن يدري بما هو فلا تحزن على ما فات، وإن ضاقت بك الدنيا فدندن هذه الكلمات. ألم نتجاوز العثرات؟ بلى بلى، وعادت للحياة حياة. تذكر ليست الدنيا وإن طالت سوى لحظات، لذا دندن مع الكلمات. تفاءل خير تلاقي